السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بصحة وسلامة وعافية إن شاء الله. مبروك عيدكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، بصحتكم شيواتكم، بصحتكم كل شيء، وتعيدوا وتعاودوا إن شاء الله بكل الأماني والآمال والمتمنيات إن شاء الله. غنشارك معكم المائدة ديالي المتواضعة ديال فطور العيد، كما موالفة كنشاركها معكم كل مرة، ماشي على شي حاجة ولكن اقتراحات أفكار. كنفرح بكم معكم بحال العائلة ديالي. المهم وصفات كثيرة، باش المهم احنا كنتعلمو من بعضياتنا. المهم المائدة ديالي هي هذه، وكيجيوني حتى بعض الأسئلة. شاركي معنا المائدة ديالك، شاركي معنا. المهم هذه المائدة المتواضعة، تقريبا 90% بدون جلوتين. هاد كعب الغزال اللي كتشوف الحلوات اللي بالشوكولات، البوكو بوتشيس، ثم مال الخير، ولابده من شويه اللحم شوا، ولكن ما نساوش الفواكه والخضار والسلطات، ماشي ناكلو غير اللحم، راه مضر. حتى الخضار والفواكه خصنا ناكلوهم. المائده دازت. المهم راه كلشي الوصفات موجودين في القناه. هذا البطبوط اللي جا ما شاء الله، حتى هو بحاله بحال المره اللي فاتت، وشاركت معكم في العيد وصفات كثيره تبارك الله ديال المخبوزات، كنوبه في شكل، والحمد لله المكونات كيكونوا تقريبا مختلفين، ولكن النتيجه كتجي رائعه تبارك الله. هانتوما كما كتشوفوا، ها هو ناشف، ها هو اللي دهنته بالزبده البلديه والعسل، ودهنته مره اخرى بالزيت العود، زيت الزيتون، وكليته بالفرماج. المهم باش ما بغيتو تاكلوه، انا ما بغيش نكثر في التصاور. المهم انا كنعطيكم افكار، وانتوما باش ما بغيتو تاكلو كل واحد شنو كيعجبو. المائدة مشات. المهم درت معكم الحلوى هاد العام، غير حلوى ديال الكوك السهلة بثلاثة المكونات. هاد المطبوط شوفوا كيفاش جا رائع مفشفش. الوصفة راه كاينة، تشاركتو معكم. شنو تاني مستمر ما جبتوش، مازال عندي في الفريغو، ولكن لا بغيت هذا وبركة، ما نكتروش من المخبوزات عاوتاني بزاف. الشاي اللي ما كيخطاش المائده المغربيه في المناسبات، وهذا هو كعب الغزال الاوروبي اللي تشاركته معكم. الكيكه او التارته بنفس الكريمه اللي شاطت ليها، هي جات ما شاء الله روعه، وحجم كبير عائلي، جات زوينه، شي حاجه مختلفه. شاركت معكم التزيين. اشنو تاني، المسمى اللي محطوط هذاك بالجلوتين، وهذاك البطبوط الاخر، هاد البطبوطات الشوج هما اللي دياولي. هذه كاينه منها كاملين، حلوه ديال الكوكو بالطبع حتى هي حنا كاملين. اشنو تاني، هادوك بوكو بوتشيس حيت هما كنت مصيبه لهم ديالهم، وانا يا عاد صيب دياولي. المهم كان هذا هو الاقتراحات ديال هاد المره، وكنتمنى لكم تكونوا دوزتوا العيد مزيان، نتوما دوزتوا البارح، حنايا اليوم 3 ايام ديالنا العيد، 3 ايام. اذا كنتمنى تجربوا هاد الوصفات، وكما كنقول لكم دائما جربوا وديروا واخا غير شويه، وما تبقاوش بلاش لكم او شي سيلياكي اللي عندكم، ومن الاحسن ديروا شي حاجه لناكلوها جميعا مع العائله كامله قدر المستطاع. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ومازال كنبارك لكم وكنقول لكم مبروك عيدكم، ويكون حياتنا دائما بالافراح والمسرات والصحه والسلامه وعافيه ان شاء الله. نخليكم مع باقي الصور، غنخليكم شي هوات اخرين، انا كلشي مشاركاه معكم، كلشي في القناه. الا كنتي اول مره كتشوفوا القناه، دخلتوا صدفه او عن قصد، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. القناه راها متنوعه من كل فن طرب، فيها فلوجات، فيها نصائح، معلومات، كنشارك معكم السفريات ديالي، حقيبه السفر السيلياكي، كل شيء، نصائح، معلومات، شي حاجه خرجت في القانون جديده، او شي حاجه ما معروفاش،
هذا الشيء اللي بغيت نشاركه معكم، وجاي ان شاء الله افكار اخرى، وجاي الجديد والجديد، والقنطره راها كبيره. كنتسناو غير تشجيعاتكم اللي كيوصلنا شي دعاء زوين او شي تعليق زوين، راه حنا كنفرح، وهذا كيزيد يشجعنا باش نزيد المزيد والمزيد. الى تشاركوا في القناه، الى كنتو مازال ما تشاركين ما مشتركينش، تشاركوها مع العائلة والأصحاب. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، بالطبع جوج بريدات درت لهم هما السكر، وديالتي أنايا هو داك البريد الصغير، ومن بعد درنا قهيوة. هذا هو اللي كان. إذا نخليكم مع باقي الفيديو، وإلا كنتم مازال ما شفتوش هاد الوصفات تفرجوا فيهم، راهم موجودين في القناة. إذا مرحبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ويومكم سعيد بإذن الله.